tafli in jir kaliya la qodo ma ahe qofku wax inuu fahmo la mudo inta waxa ma sal ka hormarinaya safiina aniga iska xogsanay iska sadirxanay wa safiina tusal safiina najaa tagani markaas maxaa ku yaala tajdidatu aqall tashahudi 16 wa akmaluhu 5 wuxuu ninkaasi ka dhigtay تشهد لحية طوان شهد لا مركي لا أغرية تشهد نتك أويرا لليه تشهد شان شهد شهد كليلة شان شهد بيس لا مركي لا أغرية تشهد كي كامل كهي لليه مع الأول أخرية لما أركي أبو سأسكي حوقي شان تشهد مركي محاين نقول إساء وقوال كأمودي الصلوات هل شهد وكجرة الطيبات لما شهد وكجرة السلام عليك شهد كجرة السلام علينا شهد كجرة شنت عشان هدي لي ما هذا تشهد قوة كامل أول إلى هذا الصلوات الطيبات السلام السلام سهل تشهد كامل كوية وانت بس تشهد شنت شهد يقول هذا المعلم كو أخرين على ودي ورشنت لحية طبعا كمركز شهر وجود دره أي كوية لواتن لحية طبعا كشهر وجود دره كوية طبعا الله كامل تهدان مع الهودين ننك فهم كالكازو كان لغدي يقول الله ما شهد كلية لي ما تشهد قوة كامل وكوية لحية طوان الله يقول بيش أغيره جوكتان وسهو الفهم يقول ميت كلام بيخصك مثال كلام توحو يري ميت كمركة للدوغة يو سان هالله قد كردو يسان هالسيقان الله يقع ما يسان هالله يسوي سوء عريري وارما كده يدي قبر يبال لو مقود يكرا دل مدي دنتي من هالك يقول قرآن تهيوني كالا قبطان واركد من هالك يقول قرآن تهي كتاب الجنائز باللغة إذا والله ينت مفاصله ما يتكوين لك كذكذو ذاك قرانه لي أرساس معها كذكذو معها إن ما يتكلا لصلى الله عليه معها إيه وحى معناه إدو ياي ما يتكمرك الروح قفك مرك الروح ذي كبع ذي كلين كيا كباقية مدية أنت كلين كوسي باقي هاي يوسف قفك تكتب من جعانت في ذي الله لقط في ذي الله سرق في ذي الله مرك كلين كبعه أصاب الله اللهم يا هادي قفك كلالك كبحه هذا هو تلقيد أكون سلانانسة والسوفري سنكرتا والسيحين كرتا لكن أصاب سيدة أتمنى كبع هادي نفسه كبع هادي كلالك هيدا ماذا كعانت الله وقع هادي كرا ميشة دي كوق الله شيء لقت ميشة دي كوق الله شيء معنى هذا اللي يخبر يساقنا محوكا لتي دو يادو أخي على العرس كحوق إياه هلا كد كدوني ميك زعن الله صلى الله عليه متسد هذا وحو يريو كسي داري هذه ميت كل انت وين بركع الله بشو باجوريغا تاس بنودغا يا حاشين باجوريغا ابن قاسم كسارن امام الباجوري او خير سو الفهم انما او خيري ميد كان بركا ان لا غشو واركدا دي ليرينا وا كتبت لنا ما كو قرنت هي وي سنه الدهر بنحو لابانين لابانين بعد هوستين ده و خو كعي لابانين عالو كدغ ميد كان بركا سي ان لا غشو كدغ هذا المعلم كو ايش كو وحن كو لقبي لو وخي مخاركه اني سحركه ما دي كرتي هذا المعلم كوفا فهي هذا منهل ما على إيمانه لك أو إن جل الله نبكى هيستاهي وحيته بلايين وغتمت كتبت سيا حوري كتبت أشاعر وسنت سوق عتوس كحوري يا معلم أخري يا الأرجل مرك التفليل رأسه كو خص بوي هذا إن جل الله قلاي نصيحة لك مرك كوانا وح لي هرتها لوجي أنت كلا إسكداف سومالي ولا إسكداف أنت كلا إسكداف وردو إن جل الله نورا موجش لاكتاد من انجيلي نقطت الانجيلي اللي هذا ما أقولش قبلنا هذا انجيلي اللي عف كان انجيل هذا شيء وقف عريبة هي أقول انجيلي معك معناك لكم أنت ماذا لا فدر كنت ماذا قف كوا نقلين وأنت ميه سان شحين والمريه سان شحين ولا لا فدر كنت ماذا ولا ذي رو ما أقولش يا ذو قبلنا سلام تال هو يذا غير انجيلي اللي هذا ما أقولش ما يا ما أقولي وقال ما النبي وادي كأردار سنة ألا فقادي قال ما يبقى عرب إسناد هذا دي دمر كان كتا دي دوحن كل الله هاي أول نصيحة لك هو ذي تاي مسلم يقال إن وضع الله لا دان وقف والبهي من ليش وحي صحيح استوى دون كي خجرتا والنبي قال له ضيب وي مضيب وي ظاهر وي مضهر وي أدير ونوتا النبي قال له مثل أنجل الله وكودين فركا ساري من نبي قال إن جل الله ديسو
nal adiga ka liitaadaan leedahay adiga ka areebaysan hadii aad leedahay waa ku deynay haduu jinni yahay haduu insi yahay mid noqdo haduu yahay mid qarsoon haduu yahay nabiga areebada ku deynay waladana nabiga muslimiina faraha ka qaad asaas heshiis ku ahaano adiguna nabigaaga injil la hayso lakum diinukum walii diin wana si xad ku waata ha loo geey waladana nabigaaga injil la waa kaaga leexanayna marka aflagaadeen wax ka sheegi min kaanaga noodaa nabiga naga dayib ka homo dayibka ee daahirka homo daahirka ee ay saxaabadu yiraahdeen nabigu hadii uu dhiido waxa udugu hool la isticmaalo waxa ka udgoonaa dhididkiisa meesha la yaqaan dadka markay dhiideen ay soo shiiraan qofka hadduu dhidido waxa la yaqaana ama orodu ordaya ku dhidida shaqo qabtay ama wuxuu rabaa ku dhidida hadduu qofku dhidido inuu soo shiiro waa la yaqaana nabiga nabigu ma soo shiiri jirin markuu dhidida udugiisu meeshuu maray waxaa la garanaya iyo qofkuu taabtay muddo dhan la garanayay nabiga sidaa u carafta ballaayo ah khuliqa dahuuran min kulli danasin isagoo nadiifa ilaahay abuuray marka annaga hooyooyinka nagna dhalayeen wasakha lagu mataansanayd xab iyo qashin iyo dhiiga laga hooya nala dhasho caloosha hooyada kula jiray nebi maxamed kulama jirin sala allahu calayhi wasalam caloosha hooyadii qashin kulama jirin qashinka lama soo bixin isagoo wasakh laba lama abuurin adeera ogaaliyadaanisdaynee kuwan yesow yesow la wuxuuda waa loo daayay war adigana injirtaada nebigaaga injirtana waa lagu daayay nebiga muslimiinta dayibka ama dayibka adigaraa flagaadada ka daayo nebiga muslimiinta injil la ahadhiin ila ka soo noqo waa diideen haddii taa marka uu diido isagu inuu injirle yahay diido islaantiisa iyo gabadhiisa iyo hooyadiis reer injirle in la yidhahdo reer areeba in laga dhiga haddii uu diiday warkaad nebiga adiga kaa liito ka areebaysan hayso waa kuu daynee kaanaga noodaana uu diido hal nasiixoo kaleeta marka kusoo hoorinaya ayaana wax dhibka taagana waxay tahay ninku waa dambaabay wuu khaldamay inuu khaladkiisa aqbalaana dhib la ahe ogow hal aan kuugu cudur daaraynaa waa kaa daynaynaa injirle waa kaa daynaynaa ree injirle waa lagaa dayn nebigaagana adiguna injirlada ka daaya halka nasiixoo kuu dhimani waxay tahay waxaan ka dhigaynaa warkaan inaadaba adigu dhihina qolada macnaha iskale farsamada lehi inay sawirka kor saareen aan ka dhigaynaahe hadda waxaad ogaatay inaysan tafliin injiraysan ahayn waxaa rasuulahi maxamed aan kelimada ka hormarinaya nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam timuhu daysan jiray haddii timaha la daayana laabuddo waxay u baahan yihiin daryeel haddaan wax kale lagu samaynana wixiisu dhariil kale ma lahan laakiin timihii haddaan hadba laysku duwaynida xaggii xagga u kala daadanaya timo garbaha joogu leeyahy sida dumarka kuwoodee la kuukuusi maayo nebiga timihiisa lama kuuskuusi inta laysku xiro gambo lagu xiri mayn tima sii daysanoo waxba saaraynuu nebigu lahaa sala allahu calayhi wasalam timihii way kala daadanayaan waxay u baahan yihin hadba in laysku anshaxay u baahan yihin saas loo xagga loo mariyo shallada la mariyo tafliin macnaheedu waxay tahay nebiga isagu waa shallaysanayay haweenkiisu way u shallaynayeen suurtimo dheeruu leeyahay gabadhsaxaabiyadii qiimaha badeed oo umu xaraam oo maxramkiisa way u shallaynaysay adeena tafligu wuxuu yahay saldhigiisu feereen wey faliyo fawbi marada faligeedu waa feereen haddaad marada macwiisa maanta soo qaadatay hadhowta marka guruho noqota iska badasho meeshii hore waa jecsaday ogow maxay u baahanta in la feereeya rabtaa timaha nebigu sala allahu calayhi wasalam ma kadkaduudmaynin dadka kale timihiisu kaduudmaane ma kadkaduudmaynin laakiin way kala daadanayaan maadaama tiyi badayin madaxi ree ogow timo badan oon xireen oo wax ku dheganayn way kala daadanayaan de hadba laysku duwo waxay u baahan yihin la shaleeyo u baahan yihin haddaan la xiiraynin nebiga sala allahu calayhi wasalam faligiisu kaasuu ahaa isagaa timihiisa feereyn jiray oo shaleyn jiray waa loo shaleyn jiray loo feereyn jiray faliga nebi maxamed kaa u ahaaye eeru injir ka qodid ma ahayn waxaan ka dhigay inaan kugu khayrdinayna in lagu saaray warkaanada lahayn oo lagu saaraan ka dhigaynaah balade ogaati xaqii kitaabkeeda soo kala bixiisa bukhaari iyo muslim xadiidku qoran yahay wakaanat tafli raasahu nabiga madaxa u shalaynaysa dheh hadda xaqii dheh wadaadaa ii sheegay hadhihin ma ogoli taas tii waxaan horey ka dhigaynaa tii hore wax lagu saaray inay ahayd wax lagu anaadaba lahaynaan ka dhigayna laakiin hadda wixii xaqaa sheeg kitaabku siduu yahay ugu sheeg halaygala dooda xadiidku inuu sidii war xadiidkan adigu ma lihid ashaaciraya aimadii kasii horeysaya qoranba waxa sharceen waa ashaacira waxa tadweyniyan waa ragga kuwa xadiidku inuu saxiix yahay laga doodi maayo laakiin macnaha aad ku fasiraydo waa injiru lahaa nebigu injira laga qodaya beenhe kadaa
حقي أبيت النبي قال الله شلي إن أدتي هرنا واحد ورحلوا لجواي ورحوا قصاري هذا كده ينوى نصيحة أروه ولا الذي هنا قصاري هذا دي دس وماهن تشهد حرق قصات هاي غفك سيدة معناه وحنا قل مركان قال حرب يوم وحيد نله دولة مركان نقولي وأنا إلا وحيد واحد نصي هذا وأنا كأفي أدتي هروا لقصاري بلايدي كوشك تي أدي حتى أفرع كان من إيه قصاري أنا كده ينوى ورد السيد حقا هذا الشيء هذا حق أوقات الشيء والنبي صلى الله عليه وسلم وقال له وشأن لينا هي إنجيل لك أقول مين نبي قد يكعب عنه بسنة هذه إنجيل لك إلا أخوض من أقول هذا هذا إنجيل لك هذا بادي دي سوما هن الله هو دون مركع برامج ووحي جوكتا أفمد جوكتا يفضك الهلا وانية الله خير منه هدو دي فهم كي قل الله مي تفليل رأسه وإنجيل أتكدتي ودور كميتك على الله بشر بوكنا فهم كاك على المبيلات كون شيئان لأرك شيء قاضي لا لين ويسكع وقتي هذه مركة خلاص كان كسر الغوا يسوع وأنا بقول عذر دارني والوال مصاري وركن هذا اللي هيلي حدث حد أوقات الشيء إلا دور سنة البوش شيء أيادي هدأت دور مركة لسه تاجن زي ألو إنجيل ملا هيله نرجع مسلمين تا إنجيل لا هذين لا قاف وإنجيل لا إياه قال حرب إياه زي إن كان القبطان والحرب يهروا يكون يهدين بيسن دافع انت ما تعب بكفرك قليلا انك من اصحاب النار اما المرين تهيله يسكسوه وحوه انا اوقفك قنعين يهي مجرا هدين لي قدو ديدور نو خلصو نبي قد ظاهر كاهو مضاهر كاهو ضيب كاهو مضيب كاهو لغا اسكله هلوه اني قف لقادين كان ينجرنا لكو دينينا فرح كاساري مينه هدو ديدي والوهل مصاري كيهور هذا حق الشيب النبي ونجر ملاحين هدو ديدي إنه سنجيل لينا نبي الله شان لينا الشيك وحوى البها قفك هدو دي أقول لقدامي إنه نفي أفلق هديه نفتي سأفلق هديه وما أقلا قبدي سأو ما أقلا نفتي سأو ما أقلا ويدي سأو ما أقلا إلي راني خي إنجيل ورطة هوري ما إياه ورطة غير كهدي إنت حوانك لدي ديدان مقع كلا تمرا خي إنجيل له لدي إلا قفك مقع وحو كل بها نبا وحا ليقنا الله نعفيه وما حاله يغنى سيح الله يسكي سلوى وركان وحو قرع يا الله ضدنا وحو لا يغنى دين كان نافع أبرتي وما بحين حالك الله يسكي سلوى لن كان يدي تفليل رأسه النبي انجير لها دي أسكي سلوى قفو جيل لها لأن ما يعيسي انجير لها وما يعيسي كلمة لها انجير لها يرى انجير لها نبي قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم حدر هرنا انجير لها مالعين حدر وقد بتيجي ميدي ماشي زي ضيب مضيب وظاهر مظاهرها هذا هو بالله توفيق الله أعلم ربنا تقبل